رفيفة هي يهودية عايشة في عبر الزمن، عايشة من عهد سليمان. رفيفة واحد إنسانة زوينة ظريفة بزاف، ما تتأدي حتى شي واحد. رفيفة أصلا كانت عايشة في الأردن، عايشة في الأردن، من بعد عايشة في فلسطين، من بعد تلاقيت معها في المغرب، قصت واحد البلاصة وجات وكذا، كتبت لي السيدة الشعر زوينة كذا، فاش انا شفتيها كذا تنشوف فيها، قلت ليه ممكن نعرف انا، قلت اش دري اش مغربي، قلت ليه السلام صافا بخير اش كدير هنا، ممكن تعرف. قلت له ودي انا ماشي انسان اللي تتعرفها مغربيه، الا انا واحد الانسان اللي في عبر الزمان، انا فاش سمعت عبر الزمان عرفتها هي ماشي كذا، فاش شفت فيها بانت لي هذوك البيوض ديالها وش وصفت فيها، ماشي انسان عادي اللي تنقولها عرفت الشعر فهمتي، ولبسه بيضاء وكذا فهمتي، ولبسه مزيان، ولكن فاش شفتها في عينيها تبان عينيها كبر شويه فهمتي، كبر عينيها وكذا ما تشوفش فيها بزاف. فاش بديت نسولها كذا قلت لي ممكن نعرفك كذا، قلت لي انا سميت لي رفيفه لي ممكن عارف كذا، قالت لي انا رفيفه، انا تنعيش من عهد سليمان الان، عندي قوه خارقه، انا يهوديه ماشي مغربيه، هي يهوديه. الطاقه ديال سعيد استمديتيها من رفيفه؟ لا ماشي من رفيفه، بالعكس عندي طاقه اصلا، راه من 19 عام وليت تنخدم الريكي كذا، هذاك الشيء من 19 عام وليت نعطيك دابا بين 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 13 عام تغيرت الحياه ديالي، ما كنتش كما سعيد، كما تنعرف سعيد، كان سعيد تلبس عادي يدري واش كذا، سعيد ولا عنده الشعر ولات واحد الحياه تبدلات، ولا حزين وعسيت على موسيقى الصوفيه، وليت بزاف تشوف شي حاجه غريب فهمتي، وليت تنحارب مع شي حوايج، وليت كذا بحال الا انا ما بقيت فيها والو. رفيفه عزيزه علي واخا تتعدي بزاف، كاين شي وحدين تعداو عليها تأدوها بزاف، ولكن هي قوية بزاف، حتى نقولوا إنسانة غجارية بعيدة من كل شيء، ماشي شي وحدة اللي تتأدي، ولكن كاين تما واحد الحاجة أخرى اللي هو رجل قنديل، رجل قنديل أنا فكيته في عبر الزمن، حلمت مشيت لواحد البلاصة اللي هو فكيته من واحد البلاصة في الكهف بحال اللي كتظلم، فاش مشيت لتما تسمع الأصوات حيت واحد الحجر فهمتي، فاش انا شفتو شفت هذاك السيد طالع واحد شويه باين لي تيتمشى لابس البيض وهاز القلدين تيتمشى، قلت انا عتقتو بحال كون تنهضر تنقول انا فكيتو وتيشوف فيا فهمتي، ولكن وجهه ما تيبانش. واش سعيد بوجود رفيفه النهار اللي غتمشي رفيفه مثلا واش غتولي تعيس؟ او تي رفيفه عزيزه عليا دري وشا قريبه ليا بزاف، هي اللي تتبين لي الحقيقه لاي واحد، علاش بحال تقول لي انا الصديقة ديالك، ما بغيت حتى شي واحد يأذيك، ما بغيت حتى شي واحد يتعدى عليك، بين رفيفة واحد الإنسانة اللي تتميز كلشي عندها القوة خارقة أكثر من هذا البشر هذا. كتبغيها سعيد؟ ماشي تنبغيها، بغات تزوج بها، أنا ما بغيتهاش، أشكون هي في عبر الزمن ما يمكنش تزوج بها، علاش؟ عزيزة عليا هي الصديقة. عرفتي إلا مشيت عبر الزمن غنخلي هذا العالم وغنخلي الحليب وغنخلي المولا الطاجين أخويا وغنخلي الوالد وتصيفط لي انا تما خلينا ودي سقطينا بغيت نتزوج لي رفيفه، رفيفه ما بعدي مني سيري. لا ردت لي، راه شفت الناس، شفت العائله ديالها في راسك، شفت العائله ديالها. العائله ديالها زوينين، كنا بحال اللي قلتي دات لي لواحد البلاصه بحال اللي قلتي كلها الطبيعه زوينه وفيها الواد فيها الماء، الوقت فاش تيدير كولي تشوف واحد الراجل وواحد الورا وخواتها فهمتي الشعر، هما عندهم فهمتي كيف الشعر وجالسين وكو تيشوفوا فيا وتتمشى ولا وياها فهمتي، تتمشى كذا فهمتي، شدت لي اليد قلت لي وتدير كو، فاش طلعت لي وليت تهزيت بحال اللي قلتي تهزيت تما، من بعد غنجي لكم على هادشي ديال السحر اللي شي واحد اللي تيتهز راه ممكن يتهز، اشكون علاش؟ على حسب هذاك القاري اللي خدام به، هذاك الشيطان اللي الجن اللي خدام به، وليت تهزيت تدير كو وليت تهزيت فهمتي، هزتني انا وياها هزتني مشينا عندهم شافوني كذا تندير فيه هكا فهمتي، ولكن ماشي بحال هكا انس، لا بحال الخيال، انا فريت ليه كو يدخل يدك فهمتي، شي حاجه شفت العائله ديالها، شفت العالم ديالها فاش كاينه، كلها الطبيعه كلها زوين زعما شي حاجه ياك. انا عرفت ما كتب عليك، رفيفه
هي انسانه صديقه وغتبقى ديما صديقه، وخا على فريد بيتي يشوفها حتى شي واحد يقدر تيشوفها القلب طيب وعزيزه بزاف وطرحطربه بزاف. علاش تتحبني بزاف؟ ما تبغي حتى شي واحد يأذي له، تتبين له الحقيقه لاي واحد ولا اي وحده وكل شيء الناس. وهي اللي تتخدم معايا، تتخدم معايا هي وتخدم مع واحد الاخر حتى هو فوالا. اشكو اصلا هي ترقى اودي شنو نقول لك، تأذت بزاف، كانت في المعركة بزاف. تأذيتي انت معها؟ لا كنت عاونتها فاش انا كنت فاش نعس، كنت عاونتها في الحرب، كنت معها في الحرب، عاونت لي بزاف. واحد القوة مجهدة في عبر الزمن راه طال الحرب. الناس اللي تيقول لك ما كاينش الاقزام، ما كاينش المواصفات، ما كاينش كذا، راه من بعد غنجي لكم غنوريكم عبد السبا كيدير، ونوريكم الناس اللي تما كيديرين، ونوريكم هذاك العالم كيدير. اودي هذا العالم كيدير كما تنقول لك، ما تيفرح، ماشي شي حاجه نقول بحال العالم ديالنا، العالم مختلف على هذا العالم، فهمتي؟ ماشي فيه الفيلات فيه القصور، ما يكتب عليكم حتى شي واحد، لا، كله مهجور، عالم مهجور، عالم خيال. كله ظلمات، كله عذاب، كله جحيم. لا لا نعيش في هذا العالم حبيبي، ما نعيش انا في هذاك العالم. علاش؟ بلا هذاك العالم شتو الا عالم قاصح. ما تنساش ممكن يديروا لك القصار ويديروا لك كل شيء، كلها خيال. بحال تعطيك الفلوس تقول لك اودي نعطيك واحد المبلغ كثير اللي غيغلي، هذوك الفلوس غتعطيك حبيبي غتشدهم ومن بعد ديرهم في شي كيفاش غتجبدهم غتلقاو غير ورق. راه كوك هذاك العالم. بلا هذه تتعلي الطاقه. شي حاجه ما كذا فهمتي؟ اشكو فاش تنهضر معكم تنشوف شي حاجه قدامي فهمتي؟ واحد الابتسامه زوينه وكذا. انسانه طيبه وتنشكرها. هي زعطات في واحد المره حطات علي اليد، قلت لها ويلي 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 ويلي، قلت لها خليني حطات علي اليد عرفتي زعزعتني، كانت غتفتلي فهمتي؟ مشيت تا حيت التيشيرت والله العظيم واحد المره في الباب حيت التيشيرت حيت كوا حتى مشيت قربت لها كوا فهمتي؟ قيست لي درت لي كوا رجعت اللور. قلت لها رفيفة خليني، قلت لها خليني خليني، قلت لها راه غديري شي حاجة غنولي اليوم هي بالاولوى. علاش؟ شكون انا ماشي بحال هادو، قدرت نعس معاها تولد معاها، راه تولد معاها راه ماشي بحال هذاك الشيء اللي تولدوا هنا 6 شهور 7 شهور، عاد تتلوح لك شي وليد غادي فهمتي السلاحفة ولا النينجا فهمتي وتيخلعك هادو كل غادي غير تتكبر هذاك الشيء. بعد السيمانه هذاك الشيء تيطيحوا لك جوج اربعه فهمتي، دايرين القرون وكو واقفين وتيشوفوا فيك بحال التمساح. مالنا ودينا رفيفه خلي هذاك الشيء عندك. شبيه تحط لي 70 مليار، 70 مليار. قالت لي غنجيب لك 14 الياقوت، هي قالتها لي، قالت لي غنجيب لك 14 الياقوت ولك 14 الياقوت كل واحده سويها مليار.